يبدو أن الأمور قد اشتدت أكثر على مربي المواشي بالجلفة هذه الأيام مع اقتراب عيد الأضحى والإجراءات الجديدة للحجر مع منع تنقل الشاحنات لبعض الولايات كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا. أنا يا موال دايرين المال دايرين الخرفان معلش تاع العيد ورانا مع الماكلة والعلف قالي والسوق مسكر والله ما لقينا به ناكلوا كيسة قاعدين رانا غنطبعوا والشاري قاع ما كانش نحوسوا زعما نبيعوا في الجزائر ولا كانش ما يجونا الجزيرية ما كان والو الأسواق قاع تسكروا قاعدين الجيران في دخروف ما عندك وين رايح. يعني الحل شنو؟ الحل لو قعدنا كباش راه فرجله الكوري تحب تشوفهم روح شوف صورهم كما تحب والشاري ما كانش قاعدين والعلف راه قالي بزاف بزاف. حتى وان اعتبر بعض المربين والتجار ان القرار قد يساهم في التباعد بين الاشخاص الا ان اخرون اكدوا انهم في ورطه كبيره بعد تكدس الكباش واضاح العيد. سينا عدو واحد شهر هكاك ودوك عادوا يجوا يا صاحبي اللي يجونا قال ما انت المنطقه تاعنا احنا سمي يهبطونا في الاسعار تاعنا يقول لك انت شاري بخمسه يقول لك نعطيك اربعه ونص ومن بعد تدير الجزائر ما عندكش باه تروح لازم كارطه موال وطريق مسكره فهمت. ودوكا حنايا بالنسبه لينا حنايا نفتحوا لنا السوق باه المال تاعنا يمشي وتعيط كاع الناس فهمت. هذا اللي نقولوا حنايا وربي ان شاء الله يجيب الخير للخلق ان شاء الله. اسعارها رخيصه مش غاليه بزاف وان شاء الله قاعد يعيدوا امه الجزائر امه قاعد تعيط بصح السوق مسكر كما يديروا فينا في الجزائر يفتحوا لنا قلا اسواق ما نحوسوا لا حاجه حتى حاجه واحده اخرى. نقاط بيع ايه نسلكوا امورنا ونسلكوا الالف نص وكاع جايبينه كريدي لاخر الواحد يسلك الالف. لجأ بعض مربي المواشي لطريقة أخرى لبيع المواشي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التباعد أكثر وعدم الاحتكاك وهي إجراءات قد تساهم في تقليص أعداد المصابين بفيروس كورونا.